لو الحكاية فيها إن فيتو كده الظرف جاي مغلق وعليه حافظة ومختوم بخاتم الكنترول وعليه العدد وعليه كل حاجة. لو فتحنا هذا المضروب برضو افتح بالله عليك. أصول بقى دي أصول كراسات الإجابة اللي ده للطالب اللي هيزيد. الطالب اللي بيزيد بنجيب له الأصل. هذا الأصل بتاع كراسة الإجابة فيه الصورة والتقرير المبدئي اللي قال إن الكراسة دي ممكن تزيد. وبيجي التقرير المبدئي مع صورة الكراسة مع أصل الكراسة بنحطهم مع بعض كده. وبرضو زي ما أنتوا شايفين مفيش لا اسم طالب ولا رقم جلوس ولا رقم سري ولا أي حاجة. إحنا بنتعامل مع رقم الكود لحد ما الطالب يزيد برضو وخلاص واللجنة الفنية زادته عشان الكراسات بنرجع له كنترول. الكنترول هو اللي بيرجع رقم الكود ويترجمه ويطلع اسم الواد ورقم جلوسه على اساس يبقى اللجنه الفنيه في حيده كامله وما تعرفش كراسه مين اللي معاه زي ما انت شايفين. في بعد كده برضو ده رياضيات ديناميكا طالع من فروع الرياضيات ونفس الماده زي ما قلت لكم قبل كده. وبنتابع هذا الاجراء في كل ماده. الورقه اللي بتزيد بنطلب اصلها والاصل بيروح للجنه غير اللجنه اللي قالت عاوزين الاصل. ما ربما يكون في اي حاجه اللجنه الاولانيه مثلا اخطات اللجنه الاولانيه حست ان مفيش زياده فاحنا بنوديه للجنه تانية خالص على اساس يبقى رحله جديد. ما بيعرفش السؤال اللي هيزيد ما بيعرفش هم طالبينه ليه. بيبدا يصحح الورقه تاني من اول ويقول اه والله ده في زياده نص في زياده درجه في زياده درجتين حسب الزياده اللي هتكون للطالب. في برضه في لغه انجليزيه دي حجره تسليم التسلم بتاع المواد كلها اللي احنا شفناها تحت. وفي ثاني هنخش جوه بعد كده على الصاله اللي احنا بندي فيها بقى هذه الاصول والكراسات الاجابه والصور نفسها للجنه الفنيه اللي بتاعها ان شاء الله. اتفضل.